مما سأحاول من خلاله أن أضبط معلوماتي تعتبر بالنسبة لي من الأهمية بمكان، وخاصة الفصول التي تطرق فيها المؤلف لتفاصيل الحركة الوطنية قبل تحقيق الاستقلال، ذلك لأن هذه الفصول توضح جوانب يمكنه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم بصدد قراءة في مضامين كتاب جدي المرحوم الأستاذ محمد الخطيب، الذي يعتبر من الرعيل الأول في الحركة الوطنية بشمال المغرب، حيث وسم هذا الكتاب بصفحات بتاريخ شمال الحركة الوطنية بالشمال. هذا الكتاب كتب على مراحل عدة طويلة، ولم يتمكن من طبعه أثناء حياته، فشاءت الأقدار إلى أن يخرج الوجود في هذه السنة، وهي سنة 30 سنة بعد رحيله. كما تعلمون أن جدي المرحوم الأستاذ الخطيب، الذي كان من أقطاب الحركة الوطنية بالشمال، هو كان من مؤسسي حزب الإصلاح الوطني إلى جانب الأستاذ عبد الخالق بوريس، حيث عمل في صفوف حزب الإصلاح الوطني وامتحن في وطنيته في أيام في الاستعمار الغاشم، وسجن مرتين، المرة الأولى سنة 1948 والمرة الثانية سنة 1953، وبعد الإفراج عنه ظل يناضل بالقلم واللسان إلى أن نال المغرب استقلاله. وبعد استقلال المغرب كان من مهندسي اندماج حزب الإصلاح الوطني في حزب الاستقلال، وظل يعمل في حزب الاستقلال كعضو باللجنة التنفيذية في الحزب وعضو مجلس الرئاسة إلى أن وفته المنية. فاليوم هذه القراءة هي هذا الكتاب هي باكورة من المذكرات التي عاشها أثناء الحماية وقبل الاستقلال، وأتمنى للمستمعين والقراء أن يقرأوا الكتاب ويتطلعوا ويتطلعوا إلى الحركة الوطنية الحقيقية التي ابتدأت من شمال المغرب.